رح نحكي عن مبادرة من المبادرات. بنعرف انه خلال طبعا الفترة الماضية كل الشباب يعني حاول يقدم اللي بيقدر عليه، وتحديدا باللاذقية رح نحكي اكثر طبعا ضمن اطار الدعم النفسي والمعنوي واللي شكل هدف ومسار عمل المبادرة اللي رح نتعرف عليها واللي كانت موجودة على ارض الواقع من خلال مراكز لاحتضان اهالينا بالمحافظات اللي ضررت جراء طبعا كارثة الزلزال. اكيد عم نحكي عن مبادرة شباب المحبة اللي اسسها الشاب حيدر يونس. هي بتقوم على العديد من الأنشطة والبرامج الدعم النفسي للأطفال. احنا اليوم عم نحكي على الجانب النفسي، كتير مهم لأنه فعليا مروا بصدمة كتير كبيرة، وخصوصا الموجودين بمراكز الإيواء لأنه هن خسروا أماكن سكنهم. اليوم مهم كتير نتوجه للأطفال وندعمهم نفسيا. نحكي عن هي المبادرة والأنشطة من خلال دعمهم النفسي والمعنوي. معنا عبر الهاتف حيدر يونس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لألكم، صباح الأمل بيتجدد دائما عبر العمل. يعني الأمل دائما يتجدد لما كل شخص فينا بيستمر بعمله رغم كل ما يحدث يعني بالمحيط. صباح الخير لك حيدر ويعطيكم العافية. يعني خلينا نقول من مرحلة الإغاثة اللي رافقت اللحظات الأولى كانت من الكارثة، انتقلتوا بعد فورا لمرحلة الدعم النفسي بعد تواجد الناس ضمن مراكز الإيواء. خلينا نتعرف على تفاصيل عملكم خلال هاي المراحل لو سمحت. نحن بداية أزمة الزلزال أو هاي الكارثة اللي عن جد يعني كتير أثرت فينا، مباشرة سارعنا كفرق تطوعية وكشباب المحبة عبر الجانب الطوارئ والإغاثة أنه نكون موجودين إلى جانب أهالينا بالوجبات الغذائية السريعة، بالمياه، بالتواجد، حتى يعني لحتى مثل ما بيقولوا تكون جانبهم نفسيا. بعد أول يوم وثاني يوم من الوجبات الغذائية اتجهنا نحو السلل الغذائية اللي بتدوم وقت أطول، لأنه صاروا هدول الأهالي عم يقعدوا فترة طويلة ورح يقعدوا فترة، وبالتالي هني بحاجة للغذائيات اللي بيكون استخدامها أوسع من وجبة غذائية سريعة. باليوم الرابع والخامس مباشرة اتجهنا نحو الشق اللي نحن كتير بنهتم فيه اللي هو شق الأطفال، عبر الدعم النفسي بالنشاطات الترفيهية التربوية الهادفة لإلهم، واتجهنا نحو مراكز الإيواء. بالبداية خفت كتير من الفكرة لأنه كانت أنه الدعم النفسي للأطفال بيتضمن أغاني توعوية وعلاج بالموسيقى وهيك، فأنا كمؤسس المبادرة خفت جدا من ردة الفعل أنه زلزال ونحن عم نساوي أنشطة موسيقية، لكن رد الفعل من الأطفال والعلاج اللي أثمر بطريقة كتير إيجابية أثبت أنه مو العلاج فقط دواء، العلاج طبعا محبة، العلاج يعني مختلف كتير. طيب خلينا نحكي، يمكن أشرت لنقطة كثير مهمة، هي اليوم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال خصوصا الموجودين بمراكز الإيواء اللي هن خسروا أماكن سكنهم وهن دائرة الأمان الأساسية لإلهم. خلينا نحكي عن هي النشاطات الترفيهية للدعم النفسي والمعنوي. اليوم نعرف نحن قديش مهم خلي الطفل يعبر عن الحالة اللي تعرض إلى من خلال هي البرامج. خلينا نحكي عنا شوي كيف عم تشتغلوا عليها وعم تقدموها للأطفال. هلا اول شيء هذا الشيء بيشرف عليه مجموعه من المختصين، ونحن تعاوننا مع المسرح المدرسي بهذا الموضوع باللاذقيه التابع لمديريه التربيه. حاولنا نعرف انه عن الحالات النفسيه للاطفال من خلال الرسم، كل طفل عبر الرسمه شو بيعبر عن جواته. حقيقه يعني كل الرسومات وكل النشاطات اكدت واخذتنا الى جانب انه كل الاطفال عندهم حاله من الذعر والخوف والرعب من هذا الزلزال، يعني هذا حتما شيء ما فينا نخبيه. لذلك اتجهنا نحو الدعم النفسي المباشر عبر الالعاب الكوميديه، الانشطه التربويه الهادفه، الموسيقى الهادفه، يعني حاولنا عبر الرياضه كمان، يعني حاولنا فورا ناخذه من اتجاه العلاج لانه مبينه انه كل الحالات تعاني من ذعر وخوف ورعب من صحيح. الزلزال اللي صار، حتى في اطفال حاولوا يرسموا على الورقه صوت الزلزال عبر هيك شيء بيشبه النبض، وبالتالي مبين انه عندهم حالات خوف شديده من جراء هي النكبه حقيقه. نعم، حيدر كمان يعني من خلال مبادره شباب المحبه كان لكم دور بتقديم هيك نوع من انواع النشاطات او المسابقات لدعم المواهب عند الاطفال لحتى تشجعوهم اكثر وتدخلوهم ضمن هي النشاطات ليطلعوا شوي من الشيء اللي مروا فيه. خلينا نحكي شوي عن هالمبادره.
حقيقة أنا كعملي الشخصي غير العمل الإعلامي، أنا أعمل على مشروع الأغاني التربوية الهادفة للأطفال بوزارة التربية، وبالتالي كثير بهتم بمواهب الأطفال وبحاول دائما التمس من هالأطفال مواهب وضوي عليها من خلال أعمالي الغنائية المصورة. فكان هذا الشيء كمان خلال مراكز الإيواء، يعني التقيت عدد كبير من الأطفال، شفت مواهبهم، شو كل شخص عنده، وحاولت أشركهم معي بأغنية عن الزلزال كرمال نفس الطفل اللي خايف من الزلزال يغني ويوثق هاي الحالة بصوته وبموهبته. طيب خلينا نحكي شو مكملين، يعني في خطة للعمل والنشاطات اللي عم تقوموا فيها ضمن مراكز الإيواء ولا حابين تتوسعوا؟ أكيد بعد شهر من الكارثة الإنسانية يمكن صار في عندكم جدول أكبر لنشاطاتكم. تماما، حقيقة ما بخفي عنك أنه أنا هلأ حاليا توجهت بعد الشغل الطويل مع مراكز الإيواء إلى التوقف لفترة بسيطة ريثما يعني نشوف شيء من الحكومة رسمي نعرف كيف من خلاله نقدر نتعامل مع هدول الحالات، كيف ممكن نوصل للحالات الأكثر حاجة، كيف ممكن نعرف يعني شو نساوي وين نساوي. لذلك نحن ناطرين الشيء الرسمي اللي يحدد لنا البوصلة لنتجه.